بيكون قايلت لي النظام بدي تاكله على الطاوله، بديش تاكله على الكنباي، هاي الكنباي غالي، هاي الكنباي، ومنبه كتير تنبيهات. تيجي مرات بتلاقيهن قاعدين ماكلين بامبا وبس. ايه بديش اقول لكم شو بتقول، عرب عرب، بديش احكي اكثر. تيجي الجاره على الكنباي اللي عرب قاعده بتشرب القهوه، القهوه بتنزل على الكنباي، بدل ما تقول لها عرب بتقول لها خير. فبيجي الولد بيسأل، مش بس بالقصة، بقول يا عمي هاي امي، هاي امي ولا امها ولا ولا ولا، طلع قلت لك 100 مره تكذبش. يابا يابا عمي عم بيسأل عنك. قول له مش هون، قول له مش هون. معايير مزدوجه، طرق معيشه غلط،